حياكم الله مشاهدينا. مع أن مشاركة الائتلاف في جنيف 2 باتت صعبة في ظل التصعيد العسكري للنظام، إلا أن القرار النهائي للمشاركة ترك لاجتماع الهيئة العامة للائتلاف بداية الشهر المقبل. وقبل هذا الموعد يبحث الائتلاف عن شركاء له في هذا القرار من الحراك الثوري في الداخل، ومن أجل ذلك أوفد الائتلاف عددا من أعضائه للداخل لشرح الاحتمالات المبنية على الذهاب من عدمه. وفي الموضوع الآخر، دوريات النظام الأمنية تنشط في القامشلي وتعتقل عددا من النشطاء والمواطنين، ظهور علني لقوات النظام بعد فترة طويلة روج خلالها لتحرير المدينة على يد قوات الحماية الشعبية الكردية. ما حقيقة وجود قوات النظام في القامشلي وأين قوات الحماية الشعبية؟ كل ذلك في تفاصيل الليلة، ابقوا معنا. إذن أكد الأمين العام للائتلاف الوطني بدر الدين جاموس أن قرار الذهاب إلى جنيف 2 ليس حكرا على الائتلاف وحده، وأضاف إرسال الأخير عددا من الأعضاء للتشاور مع الثوار وشرح الاحتمالات المبنية على الذهاب من عدمه. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. أوجد قصف النظام المستمر على حلب فرصة هامة للائتلاف، ها هو يسعى لاستغلالها بشأن المماطلة في عقد مؤتمر جنيف 2. فرئيس الائتلاف أحمد الجربة كان قد سعى سابقا لتأجيل المؤتمر دون جدوى، والآن يقول الأمين العام للائتلاف بدر جاموس إن القصف المستمر على حلب سيعيد نظر الائتلاف في المشاركة في جنيف على الأقل، هذا إن لم يتخذ قرارا أصلا بعدم المشاركة. وبحسب أعضاء في الائتلاف، فإن القرار الجديد يعتمد على عوامل هي تقويم الموقف السياسي والإقليمي الدولي وتوفر الضمانات الكافية لنجاح العملية السياسية وتشكيل هيئة سياسية من دون الأسد، إضافة إلى مدى التزام النظام بمقررات المؤتمر. هذه العوامل في واقع الأمر تعيد جنيف إلى نقطة البداية، وهي بنظر المجتمع الدولي غير قابلة للتحقق، خصوصا فيما يتعلق بمخرجات المؤتمر، كما أنها تتعارض مع تصريحات أدلى بها الجربة سابقا، فمن المفترض أن رئيس الائتلاف لديه ضمانات بشأن المشاركة، فضلا عن كون العوامل لا ترتبط مباشرة بالأحداث الأخيرة في حلب. ويعلق الائتلاف بحسب تصريحات قياديين فيه القرارات الجديدة على رد فعل الداخل، إذ أرسل مفدين له لاستطلاع الآراء ومشاركتهم في وضع التصور الجديد، لكن وكعادتها تصريحات الائتلاف تأتي غامضة دون إيضاح من هم الداخل وكيف ستتم العملية. فإن كان الحديث عن حلب بطبيعة الحال، فالائتلاف أصلا على قطيعة مع فصائل حلب، وخصوصا بعد أحداث باب الهوى الأخيرة التي أحرجت هيئة الأركان أمام الحليف الأمريكي تحديدا. يرجح معلقون أن يكون حديث الائتلاف عن الداخل شماعة ليس إلا لتأجيل انعقاد المؤتمر في ظل تغير المواقف الدولية، ويمكن القول تراجع الدور الأمريكي كثيرا في الملف السوري، وتحديدا فيما يخص مشاركة الائتلاف في مؤتمر جنيف والضمانات المطلوبة لذلك. نناقش هذا الموضوع مع السيد بسام جعارة، معارض سوري ينضم إلينا من لندن، وأيضا في انتظار أن يجهز ضيوفنا رامي حليمة ناشط ومعارض سوري ينضم إلينا من أنطاكيا، وأيضا نغم الغادري عضوة منظمة بحر للمجتمع المدني تنضم إلينا من أنطاكيا أيضا. أهلا بك سيد بسام جعارة معنا في تفاصيل الليلة. يبدو أن الائتلاف في موقف لا يحسد عليها الآن، ضغوط دولية للذهاب إلى جنيف، وفي المقابل النظام يصعد من حملته العسكرية. يعني بتصريحات بدر جاموس الأخيرة، هل يحاول الائتلاف الاختباء خلف الداخل؟ اسمح لي أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي الأخوة المشاهدين، وبدي أحيي شعبنا البطل في سوريا. لا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مشاورة الداخل أو الخارج، المسألة باتت معروفة وواضحة والصورة أوضح من الوضوح. لا أعرف عن أي ضغوط يتحدث الائتلاف. هل يجب أن نركن للحليف الأمريكي؟ طبعا الحليف بين قوسين، وأعني تماما أن أمريكا هي حليف النظام. أمريكا هي التي أطلقت يد روسيا لكي تقتل شعبنا من خلال أدواتها، سواء كانت
هذه الأداة سورية أو أعني النظام تماما أو إيرانية أو حزب الله. الوضع الآن يجب أن يقول صراحة لا مكان للائتلاف أو لأي جهة معارضة في جنيف. جنيف انتهى، ومن أنهى جنيف هي روسيا وأمريكا، والأمر لا يتعلق في القتل الذي يجري الآن لا بالبراميل ولا بصواريخ أسكود. بالأساس روسيا نسفت جنيف. جنيف كانت تتحدث عن هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة، لم يشر النظام ولا مرة إلى قبوله بالذهاب إلى جنيف، وهو يقول دائما أنه سيذهب إلى جنيف للبحث في مسألة تشكيل حكومة، ويقول صراحة إذا كنتم تأتون ستأتون لاستلام السلطة فعليكم ألا تأتوا. نعم، يعني سيد جعارة، هل نفهم من هذا بأن الائتلاف يبحث عن مبررات، يعني يحاول أن يشرع عدم ذهابه إلى جنيف برفض الداخل؟ دعيني أقول بكل صراحة، يجب على الائتلاف أن لا يضيع وقته ولا وقت الشعب السوري. يجب أن يقول صراحة وبصوت عال لن يكون هناك ذهاب إلى جنيف، ومن سيذهب إلى جنيف سيسقط. جنيف انتهى منذ أن أنهته روسيا. أيضا يجب على الائتلاف فورا أن يقطع كل الاتصالات بالحليف الأمريكي، ومرة أخرى أقول الحليف بين قوسين، أمريكا هي التي أطلقت يد روسيا، وأمريكا هي التي تسمح الآن بقصف الشعب السوري بالبراميل وبكل شيء. يجب على الائتلاف فورا أن يعلنها صراحة، لا يطلب تأجيل جنيف، بل يقول لن نذهب أبدا إلى جنيف، ويقول للأمريكي لن نتحدث معك بعد اليوم، ويقول للجميع الشعب السوري سيقاتل حتى أسقاط النظام. واضح. سيد رامي حليمة، يعني الكل يعلم أن هناك عدم تواصل بين الائتلاف والداخل، يعني إلى حد ما، لماذا قرر الآن الائتلاف الذهاب في هذه المرحلة تحديدا؟ أنا بشوف أنه ممكن نشوف الموضوع هذا من ثلاث نقاط أو أربع نقاط. النقطة الأولى أنه إما الائتلاف يريد تمرير حل على الشعب السوري بموافقة شكلية للشعب السوري، أو رفض حل مقترح يمكن اقتراحه ويعرف أنه تم اقتراحه في جنيف أيضا من خلال شرعية مبطنة من الشعب السوري أو شرعية ظاهرة من الشعب السوري. أما النقطة الثانية يمكن تطرق إليها، فهي أن الائتلاف لا يملك الحنكة السياسية، لا يملك القدرة السياسية على مواجهة ما تحديات هذه المرحلة، خطورة هذه المرحلة، لا يستطيع تحمل مسؤولية القرارات التي سوف يتم اتخاذها فيما إذا انعقد مؤتمر جنيف. أما النقطة الثالثة فهي أن الائتلاف أنه لا يملك رؤية واضحة، لديه رؤية ضبابية، لا يعرف أو لا يملك الرؤية الصحيحة لما يجري سواء في الكواليس أو فيما يدور على الساحة الدولية. أما النقطة الرابعة فهي أن ممكن الائتلاف أنه يرى نفسه غير ممثل شرعي، فيعني طالما أنت ممثل شرعي للشعب السوري فلماذا تعود إلى الشعب السوري؟ يعني هل هي عدم قدرة على تحمل المسؤولية؟ من أجل هذا هو يعني الائتلاف يرمي بالكرة الآن في ملعب من هم في الداخل؟ طبعا أنا هذه النقاط لا أوجه أي اتهامات، إنما هي موقف الائتلاف يثير هذه التساؤلة. عدم القدرة السياسية ممكن جدا أن يكون غير قادر سياسيا أو لا يريد تحمل خطورة هذه المرحلة، فالقرارات التي سوف تصدر عن جنيف فيما إذا انعقد مؤتمر جنيف سوف بالتأكيد سوف تكون قرارات خطيرة مؤثرة على مستقبل الشعب السوري بشكل كبير جدا. نعم. سيدة نغم الغادري، برأيك ماذا يقصد الائتلاف بطلب موافقة الداخل؟ يعني أليس موقف الداخل واضح وهو الرفض؟ بداية بدي رحب بأستاذنا سيد بسام جعارة والصديق رامي حليمة. هلا فيما يتعلق برأي الداخل، نحن كلياتنا بنعرف انه بالائتلاف في ممثلين عن الحراك الثوري، ممثلين عن المجالس المحلية، ممثلين عن هيئة الأركان اللي هي بتضم 15 شخص اللي هي بيمثلوا المحافظات خلينا نقول. فبالتالي إن لم يكونوا هؤلاء هم ممثلين شرعيين،
عم يعطوا صوتهم كتمثيل شعبي حقيقي معناها لا فائدة لهم. أما الذهاب لرأي المجتمع بشكل عام فنحن نعرف أنه لا مفروض يكون في ناس مختصين بموضوع السياسة، ناس مختصين بموضوع العسكرة، ناس مختصين بعدة مجالات، فما بصير نخلط الأوراق كلها مع بعض. هلا أنا أتفق وأختلف في بعض الأمور مع الأستاذ بسام أنه أمريكا عم بتصفي حساباتها بالنسبة للجماعات الإرهابية في سوريا، عم بتصفي حساباتها القديمة مع روسيا بالحرب الباردة، أعادوا إشعالها مرة أخرى في سوريا، بدهم يصفوا الإرهاب وما قاله بوش سابقا على الفوضى الخلاقة داخل سوريا. فبالتالي العودة إلى الداخل السوري هي لكن سيدة نغب اسمحي لي فقط في يعني هذه النقطة بالذات، الإرهاب يعني دخيل على الثورة السورية، لم يكن موجود في بداية الثورة، الثورة بدأت سوريا بحتة سلمية يعني. صحيح بدأت سلمية، ومن حمل السلاح حمل السلاح لدفاع المواطنين، لكن خلينا نكون هيك ننظر للأمور إلى الوراء قليلا لنشوف أنه ما بقى هي بس بأيدي سورية، صار في كتير أيادي جوا سورية وغير سورية. ما عم نحكي على السوريين، أنا عم بحكي على الإرهاب الغير سوري. بالتالي تصفية الجماعات الإرهابية ما بقى صار بس داخل العراق أو داخل خلينا نقول الجماعات اللي هن بيحكوا عليهم كأصوليين أو تكفيرين أو إرهابيين، هن استقطبوهم لداخل السوري بحجة العشوائية الموجودة والفوضى الموجودة اللي خلقتها أمريكا داخل العراق سابقا بعد 2003 تحت مسمى الفوضى الخلاقة. نعم، يعني اللي نعود سيدة نغم لموضوعنا الأساسي وهو الحوار مع الداخل، يعني ما دام الحراك الثوري ممثل بالائتلاف، يعني إلى من سيتوجهون، إلى من سيذهب الائتلاف؟ حقيقة نحن كمنظمة مجتمع مدني قمنا سابقا قبل حوالي شهرين تقريبا باستبيان على الأرض، لم يكن كافي بكل المحافظات، إنما استهدفنا حلب وإدلب والمخيمات، كان في رفض تام لجنيف 2، ولكن مع هيك كان في نوع من أنواع الموافقة على الحل السياسي العسكري وليس العسكري فقط. بعد كل هي المدة نحن بعد 3 شهور رح نخلص 3 سنين ثورة وندخل في الرابعة، فبالتالي الناس بدها الحل إن كان سياسي أو عسكري ولكن ضمن ثوابت الثورة لا تنازل عنها نهائيا. نعم. أما إن يكون في ممثل ثوري داخل الائتلاف ولا يستطيع أن يكون صوت الثورة داخل الائتلاف، فهنا أنا بعتقد أنه سقط الائتلاف ثوريا وليس سياسيا، باعتباره هو ليس ممثل ثوري وليس ممثل عسكري بل هو ممثل سياسي. نعم. طيب سيد بسام شعارة، يعني استمعت لما قاله ضيوفنا يعني وخاصة ما قالته سيدة نغم الغادري، كيف تعلق؟ يعني اسمحي لي أوضح بعض النقاط. أولا هناك فقط عدو واحد لنا هو بشار الأسد وعصابته وكل من أرسلته إيران وروسيا إلى الأرض السورية. إذا كان هناك مجموعات إرهابية بين قوسين فهذا عمل يسأل عنه النظام ويسأل عنه المجتمع الدولي. عندما كنا نقصف في بداية الثورة بالطائرات وبكل أنواع الأسلحة لم يتدخل المجتمع الدولي، وإذا أتت مجموعات إلى الأرض السورية لتقاتل فالشعب السوري ليس مسؤولا عن هؤلاء ولا يتحمل هذه التبعية. بكل أسف العالم لا يرى الآن إلا جبهة النصرة أو داعش، ولكن من هو المسؤول عن مجيء هؤلاء الأرض السورية؟ يعني العالم يصمت عن 12 فصيل شيعي يقاتل على الأرض السورية، العالم يصمت عن الحرس الثوري الإيراني، العالم يصمت عن البراميل الروسية التي نقتل بها، العالم يصمت عن صواريخ أسكود، يصمت عن كل شيء. أيضا العالم نسف جنيف، جنيف كان واضحا، كنا نقول منذ البداية هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة، بمعنى إذا لم يكن هناك ضغط حقيقي وعسكري أيضا فالنظام لن يقبل. لماذا يقبل النظام بتسليم السلطة إذا كان المجتمع الدولي أو الدول الكبرى تسمح له بقتل الشعب السوري بهذه الطريقة المتوحشة؟ ما أريد أن أقوله بكل وضوح لأختنا نغام، نحن بالأساس لسنا ضد أي عمل سياسي، ولكن عن أي عمل سياسي، هل سيقبل النظام بالرحيل في جنيف؟ هل ستقبل روسيا؟ أمس وقعوا عقود نفط
كبرى مع النظام. هل ستقبل أمريكا أيضا؟ بكل أسف الأمر واضح ولا يحتاج إلى اجتهاد، لن يكون هناك أي عملية سياسية في جنيف، سيكون هناك فقط تخطيط لكي يكون الجيش الحر مع جيش المجرم بشار الأسد ليقتلوا بقية المجموعات التي تسمى مجموعات تكفيرية. هذه هذا المستنقع لن ننجر إليه أبدا. عندنا عدو واحد اسمه بشار الأسد، وعندما ننتهي منه يستطيع الشعب السوري أن يحل مشكلته مع المجموعات الأخرى. طيب نظام بشار الأسد الآن يعني يقوم بحملة عسكرية، يعني حملة تصعيدية، يعني برأيك يعني هل ما هو المراد من ما يفعله الآن على الأرض؟ يعني هل هو يريد أن يذهب الائتلاف إلى جنيف وهو ضعيف، أم هي يعني بمغزى أن لا يذهب الائتلاف بتاتا إلى جنيف؟ دعيني أوضح المسألة. النظام لا يريد للائتلاف أن يذهب إلى جنيف. إذا كان هناك جنيف، بمعنى آخر النظام يلعب بورقتين، حول جنيف إلى مؤتمر للإرهاب، مكافحة الإرهاب، لكي لا يبحث المسألة السورية بل يبحث وضع الإرهاب بشكل عام، وهو الإرهاب الأول والأخير، ويريد أيضا بالتالي أن يستخدم ورقة ضغط عسكرية لكي يقول للشعب السوري عليك أن تقبل بأي شيء. ما أريد أن أقوله صراحة، إذا كان العالم حريص فعلا على جنيف فعليه أن يجبر بشار الأسد أولا على القبول بتشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة، وهذا الكلام يعني أنه لا مكان لبشار الأسد في أي عملية سياسية، وهذا ما نص عنه، هذا ما نص عليه الائتلاف عندما رسم المحددات السياسية للعملية السياسية. ولكن كما قلت لك الآن الجميع نصف جنيف يريدون فقط أن نذهب إلى جنيف لنوقع سك الاستسلام. هناك مسألة هامة أريد أن توقف عندها، هناك مجموعات كبرى ضمن الائتلاف بكل صراحة هي التي تضغط الآن لكي نذهب إلى جنيف بدون أي شرط وتحت أي عنوان. المهم أن نذهب إلى جنيف، أن نقبل بأي شيء يفرض علينا في جنيف. هذا الأمر أصبح واضحا، وهذه المجموعات أصبحت مكشوفة، وأنا أقول بالتالي على شعبنا أن يفضح هؤلاء وأن يقول صراحة سيد أن قرار الذهاب إلى جنيف يعني الخيانة. نعم سيد رامي حليمة، يعني هل كونكم يعني تشاركون في الائتلاف، هل هناك تيار ما يضغط من أجل الذهاب إلى جنيف؟ هذا الموضوع يجب طرحه بصراحة. معروف أن الائتلاف يخضع سواء عن طريق شخصيات معينة، يخضع لضغوطات خارجية من دول متعددة أجنبية وعربية، فليس أمر جديد، يعني هذا الأمر ليس جديد. هذا أحد أسباب الأساسية في ما وصلنا إليه الآن، أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى الفشل الذي نعيشه الآن. هذا على الوضع الحالي هو وضع قائم وسيستمر، هذه الضغوطات والتدخلات موجودة وستستمر. نعم سيدة نغم الغادري، سيد بسام جعالة توقف كثيرا عند نقطة الإرهاب وأتى بالذكر على داعش وجبهة النصرة وستة عشر فصيل يعني يقاتلون في الداخل السوري. السؤال هنا يعني من سيحاور الائتلاف بالداخل، والكل يعلم أن يعني بعض المناطق الآن هي تحت إما سيطرة الأكراد وإما تحت سيطرة داعش أو جبهة النصرة، وحتى يعني أقرب الناس لهم أصبح بعيدا وهم أقصد هنا الجبهة الإسلامية. بداية أنا بس أحب أوضح الشغلة، ما قلت عن الموضوع الإرهاب الموجود شيء بديهي، أنه بشار ومن معه من الحرس الثوري وحزب الله هم داخلين في قائمة الإرهاب بالنسبة لنا نحن، حتى ولو المجتمع الدولي ما أراد إدخالهم، بس نحن بالنسبة لنا من أول رصاصة أطلقها هم داخلين عنا في قائمة الإرهاب. فنحن أكيد لما بيجوا بياخذوا أداة الإجرام اللي هي سحبوا السلاح الكيماوي وتركوا المجرم، أكيد هن كمان عم بيساعدوا الإرهاب ليستمر المجتمع الدولي كبشار الأسد عم بيحكي. لكن نحن هون إذا بدنا نحكي على الفصائل، مو صحيح انه ما تبقى هو
داعش أو جبهة النصرة أو البيكيكي، لكن لما نجي للوقائع على الأرض كل الأراضي المحررة هي بأيدي سورية وبكتائب سورية بمختلف المسميات بمختلف التوجهات، إن كان جيش حر أو حتى كتائب إسلامية أو الجبهة الإسلامية ما تحرر. يعني هل هناك قنوات اتصال سيدة نغم بين هؤلاء الفصائل والائتلاف؟ هلأ نحن إذا بدنا نقول أدوات اتصال، ما يسمى بهيئة الأركان في إلى 15 ممثل داخل الائتلاف، في علاقات جيدة مع الأرض كفصائل وكتائب عسكرية، حتى في علاقات مع الجبهة الإسلامية. هدول بالأخير منا وفينا، يعني هدول سوريين كلياتنا، نحن سوريين. لما بدنا نحكي أنه كتيبة حررت منطقة كان جبهة إسلامية، لكن كانت لكن سيدة نغم الموقف بالنسبة إليهم واضح، هم يرفضون. هلأ نحن إذا بدنا نحكي يرفضون، هلأ كلياتنا بنعرف أنه في ضغط على الائتلاف للخروج بوفد كامل، ليس بال انه يكون كله من الائتلاف، يكون حتى في اعضاء من خارج الائتلاف، يكون حتى في اعضاء ممكن يكونوا من جبهة الإسلامية. فبالتالي انه العضو الوفد المفاوض ليس بالضروره انه يكون فقط من الائتلاف. يعني بالنسبه للاجتماع المقبل برايك، يعني اجتماع الهيئه العامه، يعني كيف سيكون شكل هذا الاجتماع؟ ماذا سيحمل من قرارات؟ هلا انا بعتقد الاجتماع القادم للائتلاف راح تقر فيه الوفد المفاوض من قبل الائتلاف، اما ما يحمل من خارج الائتلاف فبعتقد انه هذا بده يقعدوا فيه مع كل الاطراف، ان كانت شراك ثوري او عسكري، لا يقعدوا ويتفقوا على صيغة معينة. يعني مسألة الذهاب هي يعني ضمنيا حاصلة، أفهم من كلامك. هلا إذا بحسب قرار الائتلاف إنه هو سيذهب إلى جنيف 2 بناء على ما تم إقراره في جنيف 1، هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من دون بشار الأسد وأجهزته الأمنية، فنعم مفروض يروح. لكن هنا في نقطة كتير مهمة، إنه الائتلاف لما صرح بهذا التصريح حط شروط مسبقة قبل الذهاب، وهي على الأقل مثلا الإفراج عن المعتقلين النساء والأطفال، وقف القصف، سماح بمرور المساعدات الإنسانية. أنا من رأيي إذا هذا الحكي ما تم من هون لوقت جنيف، فمن المفترض أنه الائتلاف يتوقف قليلا أنه هو طلع هذا القرار، فمن المفترض أنه يضل ثابت عنده. نعم سيد بسام شعارة، يعني أنت تعارض أو ترفض فكرة ذهاب الائتلاف إلى مؤتمر جنيف، يعني لماذا؟ وهناك يعني ضمانات مكتوبة تحدث عنها السيد الجربة في مناسبات سابقة. اسمحي لي لك، أنا بالأساس لست ضد أي عملية سياسية، ولكن السؤال هل هناك عملية سياسية؟ أنا أقول لك أبداً. أنا قلت وأوضحت منذ البداية، هم نسفوا مؤتمر جنيف، جنيف واحد ينص صراحة على هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة. النظام حتى هذه اللحظة لم يرضى بهذه الصيغة. أيضا روسيا تقول نفس الكلام، تقول عليكم أن تأتوا إلى جنيف لتناقشوا قضية الإرهاب. وقال لافروف صراحة موضوع بشار الأسد لم يعد موضع مناقشة. أيضا السفير فورد قالها منذ أيام، عليكم أن تذهبوا بدون شروط ولا توجد ضمانات. يعني الأمر واضح جدا الآن، هم يريدون فقط أن نذهب إلى جنيف لنتفق كيف نقتل بعضنا. يعني هم الآن يريدون زرع الشقاق في الثورة السورية، يريدون لفصيل من الثورة أن يقاتل فصيلا آخر. هذا الأمر لن يتم، هذه فتنة. إذا كانت أمريكا تستطيع أن تصرح صراحة، أن تقدم ضمانات مكتوبة هي وروسيا بأن الذهاب إلى جنيف يعني تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة، وأنه لا مكان لبشار الأسد في العملية السياسية، فأنا أول من يرحب. أنا لست ضد الائتلاف، ولكن ضد المجموعات التي تريد أن تذهب إلى جنيف لتوقع على صك الاستسلام. وأكد لك لن يبحث في جنيف لا هيئة انتقالية ولا أمر آخر. هم يتحدثون الآن عن حكومة مشتركة، يريدون أن يعطوا الائتلاف 3 وزارات 4 وزارات 5 وزارات، وبعضهم سمى هذه الوزارات. وهذا الأمر يعني خيانة الشعب السوري. هذا الشعب لم ينهزم ولن ينهزم. على الائتلاف أن يقول للعالم كله أن الشعب السوري الذي لم ينهزم فوضه برفض الذهاب إلى جنيف
قرف التوقيع صك استسلام. يعني إذا كنا نقتل الآن بالسلاح الروسي وروسيا تقول أن هناك إرهابيين، فلماذا سنأتي إلى جنيف؟ إذا كان فورد يقول عليكم أن تذهبوا بدون شروط، أنا لا أتحدث عن شروط، أنا أتحدث عن جنيف، عن ضمانات جنيف، عن شروط جنيف. يعني بالأكيد سيد بسام سوف ننتظر مخرجات اجتماع الائتلاف القادم. شكرا لك سيد بسام مشعرة معارض سوري كنت معي من لندن، وأيضا شكرا لسيد رامي حليمة ناشط ومعارض سوري كان معنا من أنطاكيا، وأيضا كانت معنا من أنطاكيا نغم الغادري عضو منظمة بحر للمجتمع المدني. شكرا لكم جميعا. فاصل قصير الآن مشاهدينا ثم نعود لتفاصيل. ذلك بشرى لكم وان تطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله. الهدف الاساسي من لواء التوحيد هو توحيد القوه الموجوده على الارض حتى قهر هذا النظام. هاي نحن عم بضربنا بالطيران، والحمد لله رب العالمين رح نضل ثابتين لو ما عندنا غير هالروسيه. شايف كيف؟ الشهادة والنصر والنصر، وجايين بإذن الله تعالى من طريق بدأناه رح نكمل بعون الله تعالى. أهلا بكم من جديد. اعتقلت قوات النظام في مدينة القامشلي اليوم نشطاء في حركة الشباب الكرد، وكان قد سبقها اعتقال مواطنين أكراد كانوا عائدين من أقليم كردستان. وأكد نشطاء من المدينة أن الاعتقالات رافقها انتشار كثيف لدوريات أمنية تابعة للنظام في المدينة. أكثر تفاصيل نتابعها في هذا التقرير. قوات النظام تشن حملة المتظاهرين. يبدو أن قوات النظام تستعيد نشاطها الأمني مؤخرا في مدينة القامشلي التي أعلنتها قوات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي مناطق محررة منذ منتصف العام الماضي. فقد أقدمت دورية تابعة لقوات النظام على اعتقال ناشطين من حركة الشباب الكرد من منزليهما. سبق هذه الخطوة اعتقالات مماثلة في الأسبوع الماضي، اعتقل خلالها 6 من الناشطين الكرد أثناء عودتهم من أقليم كردستان العراق على حاجز للنظام عند تقاطع شارع القوات لكورنيش بقلب القامشلي. في هذه الأثناء تواصل دوريات قوات النظام انتشارها في أنحاء المدينة في ظل غياب واضح لقوات الأسيش. هنا يقول مراقبون أن ما يجري في القامشلي ما هي إلا سياسة لتبديل الأدوار بين عناصر النظام وقوات الحماية الشعبية، وبأن قوات الأسيش هي نفسها كانت تسلم المعتقلين الكرد لقوات النظام للتحقيق معهم، فالجديد هو الشكل بذات المضمون. الأمر الذي يترك تساؤلات عن موقع قوات الحماية الكردية من مجريات الأوضاع ومدى حقيقة تحريرها للمناطق الكردية، وما مصير الحكومة الذاتية التي أعلنها حزب صالح مسلم، وهل تراجع دور قوات البيادي في المناطق الكردية له علاقة باتفاقه الأخير مع المجلس الوطني الكردي؟
نناقش هذا الموضوع مع محمد فارس المنسق العام لحركة الشباب الكرد من القامشلي، وأيضا جوان اليوسف ناشط حقوقي ينضم إلينا من برن بسويسرا، وكذلك زيوار العمر كاتب صحفي كردي ينضم إلينا من بلجيكا. أهلا بكم جميعا في تفاصيل الليلة. أبدأ معك سيد محمد الفارس، يعني لو تضعنا في صورة الأوضاع وتفاصيل اعتقال الأخوين محمد وحكيم المحمود. أختي، في البداية أريد تصحيح ما ورد، اسمي فارس محمد وليس محمد فارس. محمد فارس الشخصية ذو الصيت السيء، صاحب نعم نعتذر سيد فارس، الجيش الوطني والمقنعين، وهو من شبيحة النظام. أنا فارس محمد المنسق العام لحركة شبابكم. أهلا بك سيد محمد. بداية مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي قناة أورينت الكرام. بداية الرحمة على أرواح شهداء الثورة السورية والحرية لجميع المعتقلين في سجون النظام. اليوم في تمام الساعة 10 صباحا قامت دورية مسلحة من عناصر أمن الدولة لمداهمة منزل عضوي الحركة محمد المحمود مسؤول الهيئة الإدارية في شرق قامشلو وشقيقه عبد الحكيم المحمود، وتم تفتيش منزلهما الكائن في حي الآشورية وسط قامشلو ومصادرة بعض المعدات الشخصية، كذلك مصادرة سيارتهم. كما أن عناصر الدورية قاموا بإهانة عضوي الحركة والاعتداء عليهما بالضرب أمام العائلة والأطفال، حيث أن الأخوين. طيب سيد فارس، يعني قبل أن تواصل التفاصيل، كيف عرفتم أن هذه الدورية هي من دورية النظام؟ حسب ما أخبرنا به أهل عضوي الحركة بأن الدورية هي من أمن الدولة، حيث أنه قبل فترة جاء إليهم بعض عناصر أمن الدولة وحققوا معهم، واليوم قاموا بإرسال دورية مسلحة، دورية من الأمن الدولة مسلحة إلى منزلهما وقياديهما إلى فرع أمن الدولة في قامشلو. يعني بالنسبة لأمن الدولة، يعني هناك بعض الناشطين يقولون بأن حركتهم ملحوظة في المدينة. ما أريد قوله وهو ما ورد في تقريركم في البداية، وهو توضيح ما جاء في مقدمة البرنامج، وهو أن حزب الاتحاد الديمقراطي قد أعلن قامشلو منطقة محررة. قامشلو ليست محررة بالكامل، ومركز المدينة بيد النظام، وهناك عملية شد وجذب بين قوات البيدي حزب الاتحاد الديمقراطي والنظام في المدينة، كذلك بين الفتاه المسلحة وقوات النظام في أغلب المناطق السورية. كما طيب شكرا لك سيد فارس، وصلتنا المعلومة. أريد أن أتحول إلى سيد جوان اليوسف. سيد جوان، ما سبب هذه الاعتقالات الأخيرة؟ يعني هل جرت، وما سبب اختيار هذا التوقيت تحديدا؟ مساء الخير. بداية نحن نعتقد أنه منذ شهر بدأت قوات النظام تعيد سيطرتها فعليا على مدينة قامشلي، فقد سبق أن اعتقلت المحامي والناشط إبراهيم ملكي في بداية هذا الشهر، وثم اعتقلت رئيس الحركة الآسورية الأستاذ جبرائيل موشي منذ عدة أيام، وأيضا اعتقلت ناشطين آخرين، واليوم اعتقلت محمود وحكيم، الأخوين محمود وحكيم. نحن ننظر إليها من الزاوية الحقوقية والإنسانية والقانونية. منذ البداية قلنا أن قامشلي وهناك مدن أخرى أيضا حتى الآن يسيطر عليها النظام بشكل فعلي، يعني يسيطر على المفاصل الأساسية وهو يقوم بعمليات انتهاكات يومية. أما ما يتعلق بموضوع حزب الاتحاد الديمقراطي، فنحن نعتقد أيضا حزب العمال الديمقراطي لا يخرج خارج إطار ما يقوم به النظام، فهو أيضا يقوم بانتهاكات بحق المواطنين وبحق النشطاء المدنيين، ولديه من المعتقلين ما يفوق عدد المعتقلين الذين موجودين لدى النظام حتى الآن. بمجمل الموضوع، فإن قامشلي ليست مدينة محررة كما يراد. أما من الزاوية السياسية كما أشرت إليه، لماذا في هذا التوقيت؟
طيب قبل أن نخوض في أكثر تفاصيل سيد جوان، نأخذ وجهة نظر سيد زوار العمر. يعني سيد زوار من حيث ما ورد عن ضيوفنا يبدو أن شوكة النظام قويت بالنسبة لمدينة القامشلي، يعني أين دور وحدات الحماية الشعبية مما يجري في القامشلي الآن؟ نعم، تحية لك وللضيوف الكرام. أولا يعني مثل ما قال الضيفين الكريمين في البداية، وأعتقد أن كل التنظيمات والأحزاب الكردية بدون استثناء من بينها حزب الاتحاد الديمقراطي بيدي نفسه أكدت مرات عديدة أن مدينة قامشلي ليست مدينة محررة بالكامل، بدليل وجود المثلث الأمني ما زال موجودا في المدينة، سيطرة النظام على الطريق المؤدي ما بين المثلث الأمني في المدينة والطريق الواصل بالمطار، لأن المطار أيضا تحت سيطرة النظام، إلى جانب هناك ميليشيات عربية تابعة للنظام كمجموعة محمد فارس وغيرها التي تابعة له وبتشكل دعم كبير لها. يعني حتى الاتحاد الديمقراطي أيضا لم يقول أن مدينة قامشلو محررة. كان هناك في وضع في مدينة القامشلي، يعني الأكراد حاولوا عدم الاصطدام مع النظام خلال الفترة الماضية، وكان هناك اعتقاد ليس لدى فقط حزب الاتحاد الديمقراطي وحده بل لدى كل الأحزاب الكردية أنه الاصطدام مع النظام قد يؤدي إلى يعني استهداف للمدينة، وبالتالي سيضطر المواطنون الأعداد الكبيرة من المواطنين إلى الخروج من المدينة والذهاب إلى مناطق أخرى. وكما تعلمين كانت مدينة قامشلو خلال العامين الماضيين ملجأ آمن لجميع المواطنين السوريين الذين رحلوا أو نزحوا عن مناطقهم سواء من حمص أو مناطق أخرى إلى قامشلو بسبب الأوضاع الهادئة فيها. نعم، هناك من اعتبر هذا سيد زوار بأنه تعاون وليس حماية للمنطقة الكردية عموما. أعود إليك سيد فارس محمد، هل تلقيتم أي تهديدات سابقا من عناصر النظام؟ نعم أختي الكريمة، حركة شباب الكرد تتعرض لضغوط كبيرة من قبل النظام وأجهزته السلطية بأجهزته القمعية بسبب النشاط الذي تقوم به الحركة عموما في مجمل المدن الكردية. أثناء قبل مدة أثناء توجه بعض الطلبة الجامعيين للدراسة في اللاذقية تفاجأوا بأن هناك منع مغادرة وقطع تذاكر الطائرة بممنوع أن ممنوع عليهم المغادرة أو الركوب الطيارة والسفر إلى اللاذقية أو دمشق أو المدن الأخرى. هناك ضغوطات كبيرة. طيب بالنسبة لقوات الحماية الشعبية سيد فارس، من التنظيمات التي قامت بإشعال الثورة مع غيرها من التنسيقيات والأحزاب الكردية في بداية الثورة وتمارس حراكها الثوري المدني. نعم سيد فارس، إلى اليوم سيد فارس بالنسبة الآن لقوات الحماية الشعبية، أختي ما طبيعة العلاقة بينكم وبينها سيد فارس؟ في هذه الفترة بالذات تحرك النظام في هذه الفترة بالذات وإثبات وجوده ليس في المناطق الكردية فقط وإنما على مستوى سيد فارس. هل تسمعني؟ إيه تفضل يا أختي. نعم، يعني سألتك عن قوات الحماية الشعبية، يعني ما طبيعة العلاقة بينكم وبين هذه القوات؟ طبيعة خباثة النظام وألاعبه الأمنية والسياسية باتت مكشوفة، وهو يريد أن يلهم بأن الكرد مع النظام وأن هناك تبادل أدوار وهذا لا أساس له من الصحة. ما أريد قوله أختي قبل أن تقاطعيني وهو ما يحصل في مجمل البلد، تحرك النظام ليس في المناطق الكردية فقط وإنما على مستوى البلد كله يتم على قدم الأساس، وما تشبه من قصف
على حلب المراكز المتفجرة منذ 10 أيام وقد جعل ناحية الحميس. نعم واضح سيد فارس. لنكسب الوقت ونشرك ضيوفنا سيد جوان اليوسف، يعني أنت تعلم أنه روج في مراحل سابقة أن قوات الحماية الشعبية حررت المناطق ذات الغالبية الكردية، ولكن اليوم نسمع غير ذلك، بأن قوات النظام هي التي تسيطر على القامشلي. يعني لماذا لم تتدخل هذه القوات؟ لماذا لم تتحرك الآن أمام هذه السيطرة؟ يعني لو نظرنا إلى الأمر بمنظار الواقعية لوجدنا أن ما يقال عن موضوع تحرير منطقة الجزيرة عموما المنطقة الكردية، ليس هناك تحريرا، هناك حدث انسحاب للقوات النظام وتم تسليم المواقع إلى قوات الأسايش أو قوات البيادي حزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي يقوم بإدارة بعض المرافق الاقتصادية في المنطقة، بينما قوات الأمن تدير كافة العمليات الأمنية في المنطقة، وهي تسيطر تماما على كامل المفاصل الأمنية في المدينة وحتى بعض المفاصل الأخرى مثل المفاصل الاقتصادية والاجتماعية الموجودة. يعني عمليا ليس هناك تحرير بالمعنى الفعلي للكلمة، ولو أن البيادي أو قوات حماية شعبية تقوم بالسيطرة على بعض المناطق البعيدة عن المركز مثل تربسبي مثل ديريك مثل عمودة، هذه المدن الصغيرة، لكن المدينة الأساسية سواء القامشلي أو الحسكة النظام يسيطر عليها تماما بكل معنى الكلمة، وليس هناك أي فاعلية حقيقية بالمعنى الأمني لقوات البيادي إلا بما تقوم به من انتهاكات بحق الناشطين وبحق بعض السياسيين، وتقوم بعمليات جباية وتقوم بعمليات فرض إيرادات سياسية وعسكرية على المنطقة. يعني هذا على مرأى ومسمع من قوات النظام؟ طبعا هذا كله يتم على المرأى ومسمع قوات النظام، فنحن نعلم أن قامشلي موزعة حاليا في مثلث كما ذكر الأستاذ زيور، هناك المقنعون يسيطرون على الفرن الآلي الموجود في شرق القامشلي، قوات الأسايش تسيطر على الفرن الشرق الغربي، قوات الأسايش تسيطر على الغربي شرقي من المدينة، بينما قوات الأمن تسيطر على كامل المفاصل الأخرى في المدينة. طيب. سواء المرافق المدنية كالقضاء والمحاماة بالنسبة للمظاهر المسلحة سيد جوان، يعني بالنسبة يعني للطرفين، يعني هل هي واضحة يعني بشكل ظاهر جدا للعموم؟ يعني هل هناك اشتباكات فيما بينهم أم أن كل طرف يعني يتوجه إلى منطقة معينة؟ يعني يبدو هناك اتفاق ضمني بين الأطراف الثلاثة، فهناك تواجد فعلي وباين للعيان بالنسبة لقوات الأسايش في أطراف القامشلي من الجهة الشرقية بشكل خاص، وهناك تواجد فعلي لقوات محمد فارس في الجهة الجنوبية من المدينة وأطراف المدينة وجنوب القامشلي، وقوات الأمن عندما تحتاج إلى الظهور بشكل فعلي تظهر دون خشية أو دون أي مواربة. ومثالنا على ذلك عندما زار محافظ الحسكة القامشلي، قامت قوات الأمن وقوات الأسايش بوضع المتاريس ووضع الحواجز حتى قامت العملية بشكل سلس، وعندما أيضا زار المدير العام لشركة النفط السورية إلى رميلان حتى تم استبدال البراميل التي تشير إلى أعلام البيادي ببراميل ملونة أخرى حتى لا يتم استفزاز. واضح سيد جوان. لنعطي للسيد زيوار يعني فرصة لكي يرد. سيد زيوار، يعني استمعت إلى ما قاله سيد جوان، يعني هناك من يقول أن هناك تبادل للأدوار بين النظام واليباجي، وأيضا إضافة لهذا هناك اتهامات من نشطاء كرد لقوات اليباجي عندما كانت تعتقل الناشطين الكرد وتسلمهم للنظام. يعني ما مدى مصداقية هذه الرواية؟ نعم، يعني أولا حقيقة إذا كان هناك اتفاق ضمني بين الجيش الحر وجيش النظام السوري في حلب المقسمة بين الطرفين، وإذا كان هناك اتفاق بين الجيش النظامي والجيش الحر في حمص
وفي ريف دمشق وفي كافة المناطق السورية. فهذا يعني أن هناك اتفاق أيضا بين قوات الحماية الشعبية وقوات النظام في مدينة القامشلي. الصورة ليست بهذه الشكل وليست بهذه القتامة التي يصورها السيد جوان يوسف. حقيقة هناك المدينة قامشلي على سبيل المثال منطقة مقسمة، منطقة تحت سيطرة قوات الحماية الشعبية والنظام غير متواجد فيها نهائيا، وهناك منطقة أو مثلث أو سميها ما تشائين تحت سيطرة النظام، كما هناك المنطقة التي يسكن فيها المسيحيين تحت سيطرة المسيحيين وعندهم حواجز ورجال مسلحين ويحاولون بكل الوسائل أن يحموا. هناك حديث الآن عن تسليم نشطاء كرد لقوات النظام. يا سيدتي يعني هناك حديث وهناك اتهامات، ولكن لا توجد أي إثباتات ودلائل وقرائن تشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي أو أي حزب كردي آخر يقوم بتسليم النشطاء الكرد لأجهزة الأمن السورية. قد يتم وأنا لا أنفي ذلك، يتم اعتقال بعض الأشخاص اللي متهمين أنه يمكن أنه لهم علاقات مع مجموعات مسلحة أخرى اللي كانت حاولت في السابق أن تهاجم المنطقة الكردية وتضع يدها على المنطقة بذريعة وحجة أن هناك النظام يعني أجهزة النظام موجودة في المنطقة الكردية، ولكن لا توجد أي دلائل وقرائن مثبتة على قيام أي حزب كردي من بين حزب الاتحاد الديمقراطي ب يعني تسليم عناصر للأمن السوري. نعم، نعود لسيد جوان يوسف. يعني سيد جوان، نعطيك قبل نهاية البرنامج، يعني كيف ترد على ما قاله السيد زيوان؟ يعني كل ما أريد أن أقوله، إذا كان الوضع كما يصوره السيد زيوان أن هناك فقط المثلث الأمني، فأنا أذكره أن كورنيش تبعد عن المثلث الأمني أكثر من 3 كيلومترات وتم اعتقال هؤلاء الشباب من هناك، وأن جابي موشي اعتقل من المنطقة المسيحية وهو أيضا يبعد عن مركز المثلث الأمني الذي ذكره أكثر من 2 كيلومتر. بالمناسبة يعني قطر مدينة القامشلي كله لا يتجاوز 7 كيلومتر حتى نكون بالصورة. أيضا ثم أكثر من مرة قامت قوات الأمن حتى بمنطقة العنترية التي هي مركز لقوات الأسايش باعتقالات وبمداهمات وبتوقيف وبتسيير. يعني سيد شوان، ألا يمكن أن تكون يعني مجرد ثغرات أمنية؟ يعني لماذا لماذا وضعتها في خانة باب التعاون؟ لا يعني ليس الموضوع بهذه الطريقة التي صورها زيور. أنا أقول مدينة قامشلي غير محررة، وهو ذكر أيضا أن قوات الحماية الشعبية تذكر ذلك كأنها غير محررة. هذا هناك اتفاق، لكن ما يثير استغرابنا دائما أن ما يقوم بالاعتقالات، وأنا أتكلم من زاوية الحقوقية، ما يقوم بالاعتقالات النظام يقوم باعتقالات بحق النشطاء المدنيين، وقوات الأسايش تقوم باعتقالات بحق النشطاء المدنيين. قوات الأسايش قامت باعتقالات وقتل في عامودة لنشطاء مدنيين، واعتقلت قيادات الحركة الكردية على الحدود العراقية، وبعض هذه القيادات سلمت فيما بعد إلى قوات النظام. صح، هذا كان في بداية الثورة، لم تكن الأمور واضحة. يعني هل هذا مؤشر التعاون برأيك سيد جوان؟ طبعا هذا المؤشر، فكيف يكون التعاون إذن؟ نعم، شكرا. عذرا على المقاطعة، انتهى الوقت ووضحت الصورة بالنسبة إلينا. سيد جوان اليوسف، ناشط حقوقي، كنت معنا من برن بسويسرا. شكرا لك، وشكرا لسيد زيوار العمر كاتب صحفي كردي كان معنا من بلجيكا، وأيضا شكرا لسيد فارس محمد المنسق العام لحركة الشباب الكرد كان معنا من القامشلي. شكرا لكم مشاهدينا، ختام تفاصيل لهذا الأسبوع، في أمان الله.